جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. أهلا بكم. بداية الجولة بالصحافة المحلية وأبرز منشطات صحيفة الأهرام. التصدي لمحاولات احتكار السلع واستغلال المواطنين. خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني السيسي يؤكد ضرورة توفير أعلى درجات الأمن والأمان للشعب. الحكومة تواجه بضبط الأسعار وطرح كميات كبيرة من السلع يوميا. وبراءة 33 شابا من تهمة التظاهر يوم 25 من إبريل. إلى منشطات صحيفة الأخبار. ارتباك في اليوم الأول امتحانات الثانوية العامة بعد أول واقعة تسريب امتحانات. إلغاء امتحان الدين والبرلمان يطالب بإقالة الوزير. السيسي التصدي لرفع الأسعار واحتكار السلع. طريق بنها الحر يدخل الخدمة في أكتوبر. وانكسار الموجة الحارة اليوم. الطقس معتدل في الأسبوع الأول من شهر رمضان. ونقرأ أيضا من منشطات صحيفة الشروق. الثانوية العامة امتحان التربية الدينية كأن لم يكن. وارتياح من العربي. إعادة الامتحان المسرب في 29 يونيو. والوزارة تقول لسنا وحدنا المسؤولين. وبيان عاجل ضد الهلالي في النواب. في سنة ثانية حكم السيسي يتفوق على المحافظين في رضا المواطنين. فوز شوشة ومجد الصباحي بجائزة النيل والكفراوي بالتقديرية وعبد النبي بالتشجيعية. ونطالع من صحيفة المصري اليوم. شركة المائية عملاقة المانية عملاقة تعرض مساعدة مصر في إنشاء مصنع لإنتاج السيارات. الإحصاء عدد سكان مصر بالداخل 91 مليون نسمة والقاهرة الأكثر سكانا. شمس المنتخب تسطع من جديد في سماء إفريقيا وإيطاليا تتغنى بصلاح بعد قيادة الفراعنة للعودة إلى الأمم الإفريقية. إلى صحيفة الوطن وعمود الإعلامي عماد الدين أديب الذي ألقى الضوء على أزمة ثقافة التفاصيل التي رصدها الرئيس السيسي في حواره الأخير. يقول المقال: بعضنا للأسف يتصدى لملفات أساسية شديدة الحساسية والخطورة دون الإلمام بتفاصيلها الدقيقة، ويعتمد بالدرجة الأولى على القشور أو العناوين التي تنشر عنها في وسائل الاتصال الاجتماعي والتي غالبا ما تكون كيدية أو مسيسة. نحن نرتكب كل يوم جريمة في حق الحقيقة وحق الوطن وحق أنفسنا حينما نتدخل في قضايا وملفات لا نعرف عنها شيئا سوى القليل النادر. نحن نجعل من أنفسنا قضاة نصدر حكم الإعدام على غير دون أن نقرأ حتى الملف. عودة إلى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة والتي كانت محور مقال الأستاذ أكرم القصاص بصحيفة اليوم السابع، والذي انتقد الشكل الحالي لهذه الشهادة التي تحولت لنظام لجنة الدرجات وليس لتحصيل التعليم الحقيقي، وفي النهاية كل الأطراف تخسر: الطلاب والمعلمون والدولة والمستقبل. في التفاصيل، رغم التجديدات وتحذيرات ومضاعفة العقوبات كانت عمليات التسريب تتحدى الجميع. التسريبات تبدو مشكلة لكنها كاشفة عن أزمة الثانوية العامة التي لم تعد جزءا وممرا ضمن منظومة التعليم، لكنها أصبحت سنة مزدحمة تتضاعف فيها التكاليف وتهدر فيها الموازنة ولا تنتهي إلى نتائج. وقد تكون التسريبات فرصة لتغيير منظومة التعليم التي يتفق الجميع أنها غير مناسبة للعصر ولا المستقبل، بعد أن كشفت أنها تختصر العملية كلها في الامتحانات بعد غياب الفوارق الشخصية للاجتهاد والقدرات. ونتحول للصحف العربية ونبدأ بمنشطات صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. 80 مستشارا عسكريا إيرانيا لدعم الحشد الشعبي في الفلوجة. المدنيون بين قناصة داعش وانتهاكات ميليشيات الحشد. حلب تحت النار وروسيا تدخل على خط معركة الرقة بصقور الصحراء. سفير اليمن لدى الأمم المتحدة: المنظمة شريكة بسكوتها عن جرائم الحوثيين في تعز. إلى العناوين الرئيسية لصحيفة الحياة اللندنية. التوتر يخيم على القدس المحتلة في ذكرى 49 للنكسة، وتعزيزات مكثفة من الشرطة الإسرائيلية. خلاف أمريكي إيراني بسبب فصائل الحشد الشعبي يعرقل تحرير الفلوجة. والخرطوم وجوبا تتجهان للمصالحة. إلى صحيفة السياسة الكويتية ونطالع منها. الأكراد على مشارف مدينة منبج بدعم أمريكي واستمرار المجازر في حلب. السعودية توسع نطاق استراتيجية المواجهة مع إيران، وخادم الحرمين الشريفين: سنبقى حريصين على لم الشمل العربي والإسلامي.
العبادي يقر بالانتهاكات في معركة الفلوجة ويأمر بملاحقة المتورطين. نواصل مطالعاتنا الصحفية وننتقل إلى صحيفة القدس العربي التي كتبت: آلاف الإسرائيليين يحتفلون باحتلال القدس، وهنية يؤكد سيأتي يوم نصلي جميعا فيه في المسجد الأقصى. حكومة الوفاق الليبية تفتح جبهة جديدة من البحر للتصدي لداعش في سرت، والأمواج تجرف عشرات من جثث المهاجرين للسواحل الليبية. وفاة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي كانت محور مقال بصحيفة الدستور الأردنية التي قالت إن مبارياته كانت معارك كبرى الكل ينتظرها بحماس، لأن انتصاراته كانت تمنحنا الكثير من العزة والقوة في زمن من التراجع والخذلان. أضافت الصحيفة: البطل الأسطورة محمد علي كلاي كما كان رياضيا بامتياز كان إنسانيا بامتياز، عاش مع قضايا المستضعفين من جنوب إفريقيا إلى فلسطين. فالبطل المحبوب عاش بطلا في حلبات النزال، وبطلا إنسانيا منحازا للحق والعدل والخير في دروب الحياة، وظل كذلك حتى آخر لحظة في حياته. رحل كلاي ولكنه ترك إرثا رائعا من المحبة والتقدير في قلوب البشر. فالفارق كبير بين من نذر حياته لمساعدة الناس ونصرة المستضعفين، وبين من عاش ورحل دون أي بصمة. ورحم الله البطل. أهلا رمضان، عنوان مقال نطالع تفاصيله من صحيفة المدينة السعودية التي ذكرت أن رمضان هو الضيف الجميل الذي ننتظره كل عام بالشوق واللهفة والفرح، فهو شهر الخير واليمن والبركات. جاء رمضان بكل ما يحمله من بشائر الخير والمغفرة، نسمع أصوات المساجد للصلاة، نطعم الطعام، ويكرم الغني الفقير، وتسود المحبة والتراحم في المجتمع. ومع قدوم شهر رمضان المبارك لابد لنا أن نغلق مدن الأحقاد ونطرق أبواب الرحمة والمودة، فنرحم القريب ونود البعيد ونزرع المساحات البيضاء ونتخلص من المساحات السوداء في قلوبنا والتي أنهكتها الصراعات والحروب والفوضى والتنحر حتى تضيء مواطن الخير في نفوسنا. ونتحول إلى الصحف العالمية ونبدأ من عناوين صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وثائق بنما تكشف كيف يخفي الأمريكيون الملايين من أموالهم في الخارج. ترامب يهاجم قاضيا مسلما ويزعم أنه من الصعب حياده. ورفض متزايد بين الجمهوريين إزاء مهاجمة القاضي الفيدرالي. وساندرز يتعهد بمواصلة المعركة ويهاجم كلينتون بشأن هدايا من حكومات أجنبية. انفراد من صحيفة التايمز البريطانية بالكشف في صدر صفحتها الأولى اليوم عن وجود قوات بريطانية خاصة في جبهات القتال في سوريا تعمل إلى جانب فصائل معارضة في قتال تنظيم داعش. وبحسب قادة عسكريين فإن نشر قوات خاصة لا يحتاج إلى موافقة برلمانية في بريطانيا، مذكرة بفشل رئيس الوزراء في توفير الأصوات اللازمة في البرلمان لإقرار قيام مقاتلات بريطانية بضربات جوية ضد نظام الأسد. نقرأ كذلك من صحيفة دي فيلت الألمانية: أردوغان يصعد من غضبه من قرار البوندستاغ الألماني بإدانة الإبادة الجماعية للأرمن ويهاجم النواب الألمان. الأوضاع في ليبيا: 400 ميليشيا و250 ألف لاجئ وثلاثة مراكز للسلطة. رغم الفوضى فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية يؤكد أن بلاده لا تحتاج لتدخل أجنبي ولكنها تحتاج للسلاح. ونرصد من صحيفة لوفيغو الفرنسية: قبل أسبوعين على موعد الاستفتاء استطلاع للرأي أجري في 9 دول أوروبية يشير إلى أن الأوروبيين يؤيدون بشكل متزايد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بخلاف البريطانيين الذين يؤكدوا تحديدا 43% منهم تأييدهم للخروج. وألمانيا في مقدمة الدول التي ترغب ببقاء بريطانيا في الاتحاد. في مقال بصحيفة واشنطن بوست أكد لورنس سامرز الأستاذ بجامعة هارفارد أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يشكل تهديدا للعالم أكبر بكثير من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يقول المقال: في 23 يونيو الحالي ستصوت بريطانيا على البقاء في الاتحاد الأوروبي، وفي 8 نوفمبر تصوت الولايات المتحدة على انتخاب ترامب رئيسا للبلاد.
هناك العديد من القواسم المشتركة بين الحالتين، خاصة في أهمية النتائج التي ستسفر عنها. كلاهما يمثلان جذوة غضب من القوميين والشعبويين ضد المؤسسات التقليدية، والنتائج في الحالتين موضع شك، وما جعل الأسواق المالية في حالة من عدم اليقين. لكن ما أعتقده أن المخاطر التي تهدد الاقتصادات العالمية من انتخاب ترامب أكبر بكثير من مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت مقالا لصديق خان، أول مسلم يرأس بلدية لندن بمناسبة بدء شهر رمضان، ويدعو فيه كل مسلم إلى استثمار الشهر الفضيل لتقديم الخير للمجتمع وتبديد الغموض والشكوك التي تحيط بالدين. يضيف خان في مقاله: أفضل طريق لأن يفهم الناس ديانات بعضهم البعض هو التشارك في التجارب والصيام، طريق جيد لتحقيق ذلك عبر تقاسم الخبز مع الآخرين ودعوة غير المسلمين للإفطار معهم. فلا بد من إقامة جسور التقارب والمودة بين الناس بإقامة موائد إفطار رمضان في معابد المدينة اليهودية وكنائسها وجوامعها حتى يتبدد الغموض من الديانات الأخرى. والآن إلى هذه الوقفة مع رسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحفنا اليوم. ختام جولتنا الصحفية، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.